فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح إخواني الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا بطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى سيدنا عبد الخالق الغجدواني وآل ختم الخواجة كان الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 الله.
بذكر الله تطمع قلوبنا يا الله. Hey!
نهدي ثواب ما قرأناه وسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين نقشبند محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله فاز الدهستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني عبد الخالق الغجدواني وأهل ختم الخاجة كان سائر ساداتنا وصديقينا والأرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أهل العبا وأهل بيتنا وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين خاصة إلى أخونا ديبو جعله الله في أعلى جنات الخلد جنة الفردوس ولنا معهم ولهم منا على نية القبول ورفع الغلاء ودفع البلاء والنصر على الأعداء والشفاء التام وظهور صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وأن نكون يا رب يا الله من جنوده وأن نكون على أعتابهم يا ربنا يا الله وبحرم ربنا وتقبل منا بحرمة من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة